مجدداً تستخدم روسيا الطاقة سلاحاً في حربها ضد أوكرانيا من خلال تكثيف هجماتها الصاروخية على المنشآت الحيوية والسدود ومحطات الكهرباء داخل البلاد. كييف تقول أن روسيا أطلقت في الآونة الأخيرة عدداً من المسيرات والصواريخ البالستية على محطات توليد الكهرباء والسدود والطاقة الكهرومائية وخطوط الإمداد، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق في أوكرانيا، وهي خاركيف ودنيبرو وتشيركاسي وزابوريجيا وخيرسون. ويرى كثيرون أن أوكرانيا اكتسبت خبرة ولو كانت قليلة في حماية المنشآت الحيوية إبان الهجوم الكبير على منشآت الطاقة بداية أكتوبر عام 2022. اكتسبت أوكرانيا خبرة كبيرة خلال الحرب لحماية منشآتها الحيوية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. الوسيلة الأفضل هي التصدي للصواريخ والمسيرات في الجو قبل وصولها إلى منشآت الطاقة، ولكن المعضلة تكمن في المناطق القريبة من الحدود الروسية مثل خاركيف التي دمرت فيها إحدى منشآت الطاقة. وفي أحدث تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طالب بمزيد من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية في ظل تزايد تهديد موسكو بشن هجوم واسع النطاق على بلاده. عامل عروقي، سكاي نيوز عربية، كييف.